تحولت في 40 عاما من دولة فقيرة إلى ثاني اقتصاد في العالم. ماذا تعرف عن المعجزة الاقتصادية الصينية؟ قبل 4 عقود كانت أرض التنين الأحمر دولة فقيرة يغلب عليها الطابع الريفي، و30% من سكانها تحت خط الفقر. بدأ ذلك بالتغير في عام 1978 عندما أطلقت الصين إصلاحات اقتصادية عظمى، النهضة الزراعية. في 70ات القرن الماضي كان أكثر من 60% من سكان الصين يعيشون في مناطق ريفية، حين سمحت لهم باستصلاح الأراضي مقابل مقدار معين من المحصول، والباقي يمكنهم بيعه في السوق المفتوح. تدريجيا حررت الحكومة معظم المحاصيل الزراعية من سيطرتها، واقتصر دورها على حماية المزارعين عبر الحفاظ على الأسعار وتسهيل شحن وبيع البضائع. أدى ذلك إلى توسع هائل في الأسواق الزراعية، ليصل عددها إلى 61,000 في عام 1986. النهضة الصناعية والتجارية. عممت الحكومة الصينية نموذج الإصلاح الزراعي الذي يجمع بين التخطيط الإلزامي والسوق الحر، بحيث تستطيع أي شركة أو مصنع بيع منتجاتها للسوق الحر بعد استيفاء معايير خطة الحكومة. استخدمت الشركات الصينية الفائضة في توسيع أعمالها. انضمت الصين إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأنشأت 4 مناطق تجارية خاصة عملاقة بأموال الضرائب، ليشعر كل مواطن صيني بأنه ساهم في بنائها. امتلأت المدن الأربعة بالمعارض التي عرضت فيها آلاف الشركات الصينية بضائعها. بدأت المدن الجديدة باستقطاب الشركات العالمية لبناء المصانع واستغلال اليد العاملة الرخيصة. وفي عام 1990 افتتحت أسواق الأسهم الصينية، ليرتفع النمو الاقتصادي في العقد التالي بمعدل سنوي تجاوز 10%، ويخرج أكثر من 500 مليون صيني من براثن الفقر. وفي السنوات التالية تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 11 تريليون دولار، وزاد احتياطها من النقد الأجنبي من 11.9 مليار دولار في عام 1985 إلى أكثر من 3.5 تريليون دولار في عام 2016، وأصبحت أكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم. تملك الصين أكبر 4 بنوك في العالم تقدم القروض لدول عظمى، ويملك كل منها أصولا تتجاوز 2.5 تريليون دولار، وتعد شركة تشاينا موبايل أكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول في العالم بحوالي 835 مليون مستخدم. منذ عام 2011 تربعت شركة هاير الصينية على عرش صناعة الأجهزة المنزلية في العالم. وفي عام 2016 تفوقت مجموعة علي بابا للتسوق الإلكتروني على متجر وولمارت الأمريكي كأكبر متجر للتجزئة في العالم. نهضة البناء. يفوق ما بنته الصين في 40 عاما كل ما شيدته الولايات المتحدة الأمريكية من الأبنية في تاريخها. ومع تزايد الحاجة إلى توسيع المدن الرئيسية، تعمل الصين على بناء مدينة عملاقة هي الأكبر في العالم، تدمج 3 مدن ومركزها العاصمة بكين، لتضم أكثر من 130 مليون نسمة تعادل مجموع سكان مصر والسودان معا. نهضة المواصلات. السكك الحديدية. تسعى الصين لإيصال طول سكك القطارات السريعة إلى أكثر من 35,000 كيلومتر، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية. تنقل سكك الحديد في الصين 24% من مجمل ما تنقله كل السكك في العالم، ويستقلها 2.5 مليون مسافر يوميا. أطول رحلة قطار في العالم بطول 2400 كيلومتر، وأسرع قطار سريع في العالم بسرعة 431 كيلومترا في الساعة. لكن هذه النهضة لم تكن دون عواقب، وكما قال وزير السكك الحديدية الصيني السابق، لتحقيق نقلة عظيمة ينبغي أن يضحي جيل كامل. بدأت التضحية بحادث قطار سريع أسفر عن 40 قتيلا، ليحكم على الوزير بالسجن 10 سنوات، وتجري إصلاحات حولت القطارات الصينية إلى أكثر نظم النقل أمانا في العالم. تصدر الصين تكنولوجيا القطارات السريعة لكل من تركيا والسعودية وأمريكا الجنوبية، وتعمل على تصديرها لأمريكا وروسيا وميانمار. الأنفاق البحرية والجسور. في سعيها لربط شمال البلاد بجنوبها وشرقها بغربها، احتاجت الصين إلى بناء أنفاق وجسور عملاقة. ومن أبرز المشاريع في هذا الصدد نفق بوهاي،
هو أطول نفق في العالم، يجري مدة تحت الماء بين طرفي مضيق بوهاي شرق الصين، ويمتد 67 ميلا، وتقدر كلفته ب 42 مليار دولار. ومن خلال هذا النفق أصبحت الصين تملك أحدث تكنولوجيا للحفر، مما دفعها لاقتراح تنفيذ مشاريع عملاقة حول العالم مثل نفق مضيق برينغ الذي يصل روسيا بالولايات المتحدة تحت الماء. أما أشهر جسور الصين العملاقة فهي الجسور التي يجري بناؤها لتصل بين طرفي خليج نهر اللؤلؤ شرق الصين بطول عشرات الكيلومترات، وسيمتد إحداها تحت الماء جزئيا ليتجنب قطع طريق السفن على موانئ هونغ كونغ المزدحمة. نهضة إنتاج الطاقة. ليس ارتفاع مستويات التلوث وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون السبب الوحيد في توجه الصين نحو الطاقة المتجددة، فقد رافقت النهضة الاقتصادية حاجة ماسة إلى مزيد من إنتاج كل أنواع الطاقة. احتلت الصين صدارة العالم في إنتاج الطاقة المتجددة بإنشائها سد الممرات الثلاثة، أكبر محطة توليد للطاقة الكهرومائية في العالم، كما تعمل على بناء أكبر محطة لتوليد طاقة الرياح في العالم أيضا. وقد ضاعفت قدرتها على إنتاج الطاقة الشمسية 100 مرة في 10 سنوات لتتصدر العالم في إنتاجها. تملك الصين 31 مفاعلا نوويا لتوليد الكهرباء، وعلى عكس التوجه العالمي لتقليص الاعتماد على الطاقة النووية بعد كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان، تعمل الصين على بناء 24 مفاعلا آخر ستضاعف قدرتها على توليد الطاقة 4 مرات بحلول عام 2030، رغم إحاطة عشرات الملايين من السكان بمناطق بناء المفاعلات، مما قد يجعلهم عرضة للخطر، فضلا عن مشكلة التخلص من النفايات النووية. يعتقد أن النهضة الصينية تعود إلى تبني الصين نموذجا مختلفا عن النموذج الغربي للدولة القومية، وهو الدولة الحضارية، حيث تعد الوحدة قيمة سياسية عليا، وتؤدي الدولة دور الممثل والحارس للحضارة الصينية الممتدة لآلاف السنين. فهل تكون التجربة الصينية مصدر إلهام في تبني نموذجها الخاص للدولة والنهضة الاقتصادية؟